أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العظيم.